إلى الحاضرين في حوار المنامة، أهلاً وسهلاً بكم. شعب البحرين شعب مضياف وشعب متحضر وشعب متفهم، ولكننا نتطلع إليكم ألا تكونوا كالتلفزيونات المحلية التي تنظر إلى أقصى أفريقيا لأن فيها أزمة أو فيها انتخابات، وتغض الطرف عن الأزمة الموجودة تحت التلفزيون في مظاهرة بعشرات الآلاف على باب التلفزيون، والمذيع يقول خرجت مظاهرة في زيمبابوي. أنتم جايين إلى بلد فيه ثورة، فيه انتفاضة، فيه مطالب شعبية، في شعب يطالب بالديمقراطية، فلا أيضا تغمضون عيونكم وتتكلمون عن الأمن في الخليج والأمن في المكان وأمن البحرين وأمن شعب البحرين. اجعلوها أيضا من ضمن أجندتكم ومن ضمن حواركم. تأتون للحوار والبحرين مرفوض فيها الحوار الحقيقي والجاد، والمعارضة تطالب به والسلطة تهرب من عنده، فقولوا لهذه السلطة يجب عليكم أن تخضعوا لحوار شعبكم وتسمعون إلى مطالبه